الجهمية قالوا إن الإيمان هو معرفة القلب، فإذا كان القلب يعرف الله فهذا هو الإيمان. فنقول لهم على قولكم هذا، إبليس هو عارف لله عز وجل، ولذا أقر بأن الله عز وجل هو الخالق، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. قالوا إن إقراره في قلبه ليس صادقا، فإن معرفته لربه عز وجل يكون غير صادق. وهذا من المزلات التي أوقعتهم بسبب بعدهم عن النصوص.